أصدقائي، اشتقت لكم. من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ كان رساماً يسمى كاندنسكي، واليوم أيضاً سنجسد الفن التجريدي. ربما ستتفاجؤون من اختلاف الإحساس عن اللوحات التي رأيناها في المرة السابقة. اسم الرسام هو بيت موندريان، واسمه المختصر هو موندريان. والآن سننظر إلى لوحاته. هل ننطلق مباشرة إلى لوحات موندريان الآن؟ كان موندريان يرغب في رسم الشجر بطرقه الخاصة، لذلك قد غير شكل الشجر بهذا الشكل في الرسم، وبعد ذلك حوله إلى هذا الشكل، وبعد ذلك رسم بهذا الشكل. هل لاحظتم أن أشكال الشجر أصبحت أبسط تدريجياً؟ ليس هكذا فقط، كان يرسم الشجر هكذا بشكل بسيط، وبالآخر أكمل رسم الشجر هكذا. الصورة التي أريتها لكم كانت فقط من إجراءات الرسم، وهذه هي لوحات موندريان الحقيقية. من العجيب أنه استطاع أن يرسم الشجر بأشكال متعددة مثل هذا، أليس صحيح؟ هذه اللوحة أيضاً من لوحاته، وقام برسمها مستخدماً الخطوط المستقيمة فقط بشكل بسيط. قد أثرت لوحاته في مجال التصميم إلى حد كبير، فتم رسمها في الشوارع أو الأرصفة وغيرها. إذن هيا نرسم لوحات موندريان معاً. هيا بنا، هل ننطلق؟ نقلب الورقة بعد أن نطويها إلى هذا الحد، وبعد ذلك سنرسم لوحة موندريان. ليس من الضروري أن نستخدم المسطرة لرسم الخطوط، وبالنسبة للخانات قوموا بتقسيمها كما تريدون، لا يجب أن تقسموا الخانات مثل هذه. أنا قسمت الخانات هكذا. وبعد ذلك سنقص القطع بالمقص. بعد أن نقصها يمكننا أن نضعها على أماكنها الأصلية. لكي نتذكر الأماكن التي رسمنا فيها.
نعم، وضعتها هكذا في أماكنها بعد أن قصصتها. والآن نلون هذه الأجزاء بالألوان التي تحبونها. وإذا كان هناك أجزاء تريدون تركها باللون الأبيض فليكن كما تريدون. نلون الأجزاء الباقية أيضاً بهذه الطريقة، وبعد ذلك نخرج ورقة أخرى ونطويها بنفس الطريقة. وبعد ذلك نضع القطعة التي لوناها قبل القليل فوقها ونلصقها بالصمغ مثل لعبة الأحجية. نعم، نلصقها في أجزاء أخرى أيضاً بهذه الطريقة. أوقفوا الشاشة لوقت قصير، ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، قد أنهينا إلصاقها هكذا. كيف عملتم يا أصدقائي؟ سيكون ممتعاً أن نستخدم ألوان متعددة ونقص الورقة أكثر ليكون عدد القطع أكثر. وإذا كان صعباً عليكم يمكنكم عمله بشكل أبسط أيضاً. كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد لاحظنا أن هناك اختلاف بين لوحات كاندينسكي ولوحات موندريان، مع أن رسمهما من الفن التجريدي نفسه. هكذا أفكار الرسامين مختلفة وطريقتهم للفن أيضاً تختلف. يا أصدقائي، ارسموا معبرين عن أفكاركم الخاصة ولا تتبعوا أفكار الناس الآخرين، ليكن رسمكم خاصاً بكم. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة. مع السلامة.